يا رب ارفع البلاء عني، سامحني واغفر لي لو عملت حاجه غلط، ما تعاقبنيش كده يا رب. يا شيخ البلد خلي عندك نخوه وقوم. هقوم له. ايوه قوم. قوم لي يا شيخ البلد. قوم قوم. ده بيقول لي بوللو ولا قوم. ده انا هم اديك بالجزمه. ايه ينفع العب معاك في شيخ البلد؟ يا شيخ تعال العب ياض بس ما تبوظوش. لا مش هبوظه والله. ما انا بقيت جبدوم في الكفر دي. صح ده انا اهدى. انت بتتلكك بيا ولا ايه؟ استوري عليا يا حاج. ايوه كده. ما تستوريش قوي، ما تستوريش قوي، يعني استوري بشويش. ما صحيح جراه يا شيخ البلد، ما تقولي لي عمد عايزنا في ايه؟ وربنا ما هنعرف دلوقتي، احنا لازم نقوم عشان نعرف. ايوه صح لازم نقوم. انا عندي حل لقعدتكم دي والله، بدل ما تقرفونا كل يوم. ايه؟ انتوا بعد كده تبقوا تقعدوا ونبني الدكه حواليكم. نظرا بقى للكلاب دي احنا لازم نشوف حل. ايه؟ احنا نجيب قالب زبده ونحطه بيناتنا ونسيحه، بحيث لما نيجي نقوم نتزفلك كلنا، يعني نتزفلك كده نقوم نتزفلطي. طب احنا دلوقتي هنقوم ازاي؟ هنقوم اكيد ربنا هينتعنا بالسلامه، هيسيبنا بالضيقه دي اكيد ربنا هينجيني. طب ما تيجي نحاول يا منجم المهالك يا رب. يلا يلا. واحد اتنين تلاته هوبه. حلوه سحبه مايك اللي حملتيها دي يا حاج. حلوه. يبقى قدمي بقى في سوي وسينكي يو كان دانس. ايه بقى يا كلب البيرك؟ ايه عمال تهزقني وانا قاعد هنا؟ هديك بالجزمه دلوقتي. واس واس، ما هي كده بقى هزلت كده بقى، اي كلب معدي يدخل يقعد معانا. دي قعده كبارات البلد. ايه اللي جابك انت؟ يا رد يا رد رد عليا، وانت شبه السنافر كده رد عليا. انت هتفرقع. هو بيتكلم كل 20 سنه جمله. يا ما حدش يزعق لي، ما حدش يزعق لي في البلد دي، انتوا فاهمين؟ دي كابت، دي كابت. انا عارف والله مكدوب بقاله كتير. انت ايه اللي جابك هنا؟ ما حدش يزعق لي، ما حدش يزعق لي، ما حدش يزعق لك فاهمين؟ واللي ما ينفعش معاكم غير الصوت العالي، ما ينفعش الواحد يقعد ساكت حبتين. يا عاد انت ربنا خد منك كل حاجه واداك في صوتك. في ايه؟ ايه ايه عايزين من ايه؟ انت ابوك غسان مطر يالا. انت يوم ما تتكلم صوتك يعلى قوي. مفيش غيري بيتهزك في البلد دي ولا ايه؟ عايزين ايه؟ اتكلم معايا كده بالعقل. ما حدش يزعق لي، ما حدش زعق لك يا حبيبي. ما زعق لي، ما زعقتش انا. ايه ده؟ بص انت هتقعد هنا ماشي، الكلام اللي هيحصل هنا على الله يطلع بره هقتلك. ما حدش هيسمع حاجه، واضح من صوتك ان ما حدش هيسمع حاجه. انت لو وشوشت واحد جنبك كل حد هيعرف اي حاجه. اقعد هنا اتلقى. انت شيخ غفر حمير. انا مش شيخ غفر، روح اتلقى. أنا خارج لكم البلد كلها، ده انتوا عالم. وطي صوتك، وطي صوتك. اهدي. بتزعق ليه؟ اهدي. بتزعق ليه؟ اهدي. ايه اللي بيحصل النهارده؟ وطي صوتك، في ناس بتذاكر فوق. احترم نفسك، وطي صوتك. بتزعق ليه؟ ليه بتزعق؟
مش نحترم نفسينا ونوطي صوتنا؟ في ناس بتذاكر، صوتك طالع لحد فوق، عايز تتكلم شغل انت الكاميرا، هتلاقي تحت عندك، توطي صوتك، صوتك ما يعلاش. يهدي هنزل لك السبت تجيب لي سجاير. يهدي توطي صوتك، فاهم ولا مش فاهم؟ ايه اللي جاب عمود السواري هنا؟ وطي صوتك. انا امشي من بلد كلاته ياه. يا شيخ البلد، العمدة عايزنا في ايه؟ انا زهقت والله. هنعرف دلوقتي كل حاجة هيجي وهنعرف. انتوا مستعجلين اهو. عطية جه يا عطية، اندهلينا العمدة بسرعة يالي. وشك في الارض يا قرية، مع صاحب العصمة حضرة العمدة المفدي اللي بيفطر قبل ما يتغدى، مع صاحب الأغنية ونجم العمودية، لا تقولي فاوس ولا جوب الشوافة، مع عمدة ميت كنافة. هو اللي مأكلني، هو هو اللي مشربني، هو هو اللي ملبسني، هو 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 هو. النشيد الوطني ايه لميكوناف؟ عايزينها تبقى خضر الارض اللي في الصحراء، عايزينها تبقى خضر الارض اللي في الصحراء، ونقدمها لمصر هي حاجه جميله ومعتبره. هي ايه الصحراء تبقى ايه خضره؟ هي ايه الصحراء تبقى ايه خضره؟ هي ايه الصحراء تبقى ايه خضره؟ هي ايه صحراء تبقى ايه خضرة؟ يا بلد هبلي، دي العمودية دي حاجة صعبة اوي. ايوه انا مجمعكم النهاردة عشان عايزكم حاجة مهمة اوي. ايه كل الناس جات؟ كله موجود اهو يا بلعوم. ده اقول امال المعلم زرزور فين؟ المعلم زرزور بلغته وزماناته على وصول. زماناته برجالاته يوم ورا يوم يبقى بشنبات ويكلم على قد حياته. يا بلد هبله صدقوا تهز. ايه دي؟ ايه اللي جاب الواد دي هيني؟ ما تقول الموضوع يا بلوم ده الاول، وبعدين لما يجي بزرزور نبقى نقلب. يا ده اللي والدتك شدتك من زورك؟ ايه يا ولا وانت جاي تقترح عليني؟ انت ما تتكلمش خالص. يا نادي الحاج علي اني عايز اخدم حد، عايز شيء، حد عايز قهوه، حد عايز يطرش. يلا ما تتكلم. ايه ما تنضمش. ايه بس ده غلطان يا سيدي. يا عم 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 عشان هو يعني عمدة 30 سنتي بتتشطر عليه. عارف لو هو كبير شوية ما كنتش هتعمل معاه حركة زي دي. بس انت قلت تفتكر ايه؟ ايه؟ بتطول دورك؟ صعبان على الحتة دي كل يوم من دي. ايه؟ انا عندي اختراع. ايه يا عمدة؟ انا بفكر ان اقول لكم على انا عايزكم في ايه؟ ايه واما يجي زرزور ابقوا انتوا قولوا له. يخرب بيت فكرتك يا بلعمدة، ده انت جامد قوي. ده خلصت كده عايز العكاز بتاعك. عارف لو اكبر من العكاز شويه اقول لك اضربه براحتك، انما هو كله قد كده وانت عمال تشطر عليه. ايه مفيش اجر زياده هتاخد؟
هو نفس الهاج. لا بتزود ليه؟ صعبان عليا والله. مالكش دعوه. قوم يا حبيبي. قوم يا اهبل. انا هقول لكم عايزكم في ايه. ثواني يا عمد، ثواني، في صوت. ايه ده؟ المعلم زرزور وصل. المعلم زرزور. خش يا ليالي. حاضر. خش يا بنتي. انا جايه اهو. حاضر. خش يا ست البنات. ايه يا معلم زرزور، ازاي؟ صباح الخير يا بلعومدي. إيه وانت جايب بنتك معاك ليه؟ هو احنا رايحين القناطر الخريجية. خريجية؟ ايه جايب بنتك معاك ليه؟ لا ده انا قلت اجتماع يعني، واهل البلد هنا اهي، تعمل شوية جازرين سوشياليزيشن، تتدلع يعني. يا جازري ايه، لا تاكل جزر. ايوه يا عمدي. طيب يا نادي، يعني مش فاهم يا بلعومدي، الست ليالي تعباك في ايه؟ ما تاجي ولا ما تاجيش؟ يعني هو الموضوع ايه؟ ايه انت عامل صعيدي؟ احنا فلاحين يا ايه؟ يا فلاح يا ما حدش قال لي. ايه وموت الكلام كيدي. ايوه ايه اللي جاب الواد ده هنا يا عمدي؟ هو يعمل لنا اي حاجه محتاجينها، محتاجين شاي، محتاجين قهوه، محتاجين نسكافين. خلاص يتخدع هناك ومالكش دعوه بحد، امشي يا ناطع انت. يعني ما حدش طايق لي كلمتين في الكفر المقفن دي؟ انا اقعد اتنايا الارض. ايه اوعوا جنب الزير. والنبي يا ابو العمده قول لنا انت جايبنا هنا ليه؟ عشان ما حدش فيكم عارف انا جرالي ايه. قول لي انت جايبنا هنا ليه؟ جايبنا ليه؟ طيب انا هقول لكم. قول اني جميعكم النهارده يا اهل البلد عشان اقول لكم ان بلدنا مش موجوده على الخريطه. ايوه مش موجوده على الخريطه، محدش مهتم ببلدنا.